الليلة انطلاق حفل أبها عاصمة السياحة. معنا في هذا الخبر عبد الله العبيد مراسل الإخبارية في أبها، مرحبا بك عبد الله. اهلا بالساده المشاهدين، اهلا بك زميلتي من الاستوديو الاخباريه، ونحن متواجدون هنا في هذه الاحتفاليه العربيه، هذا الكرنفال الذي يعد اضافه الى الوطن العربي باجمعه اختيار ابها عاصمه للسياحه العربيه 2017. يطيب لي ان يكون معي الاستاذ مشوب القحطاني مدير البرامج في فعاليه ابها عاصمه السياحه العربيه 2017 للاطلاع على ابرز هذه او فقرات هذه الاحتفاليه ومناسبه أبها عاصمة السياحة العربية 2017. أهلا بك أستاذ مشبب، وسعيدين بهذا التواجد هنا قبيل انطلاق هذه الفعالية. أهلا وسهلا، الله يحييكم إن شاء الله وتشرفنا فيكم. أستاذ مشبب، إحنا متواجدين في هذه الفعالية التي تعد إضافة إلى الوطن العربي بأجمعه، ما أبرز التفاصيل الموجودة في هذا الاحتفال هذا المساء؟ بالنسبة لهذا المساء، هذا المساء عرس أبها. أبها هذا المساء تحتفل بلقبها عاصمة للسياحة العربية. نحن في انتظار التظاهرة الكبيرة والحفل الأكبر على مستوى المملكة العربية السعودية. سيتم استخدام أحدث التقنيات وأول التقنيات التي يتم استخدامها معا في أي حفل على مستوى المملكة. سيتم استخدام تقنيات الشاشات المائية، النوافير المائية الراقصة، الـ 3D mapping، الـ augmented reality، الهولوغرام. سيتم استخدام جميعها مع بعض مجتمعة لحفل هذا المساء بإذن الله. ممتاز. أبرز ضيوف هذه الاحتفالية هذا المساء وأبرز الفقرات الموجودة ضمن هذه الاحتفالية؟ رأي الحفل لهذا المساء سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية. ضيف حفل هذا المساء سمو الأمير صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. العديد من الأمراء، العديد من الوزراء، السفراء، الدول العربية، وزراء السياحة العرب، منظمة السياحة العربية، جميع الأعيان والمسؤولين في منطقة عسير. ممتاز. هناك العديد من التظاهرات الفنية المشاركة ضمن هذه الاحتفالية، أبرزها التي ستشارك هذه الليلة إن شاء الله. يتغنى هذا المساء الفنان الكبير الدكتور عبادي الجوهر بأغنية جبين الصبح يا أبها من كلمات الشاعر الكبير صالح الشادي. بإذن الله سيكون معنا بعض الفلكلور الشعبي لمدة 7 دقائق تقريبا. الحفل بإذن الله حينطلق الساعة 9 مساء لمدة تقريبا 55 دقيقة. اليوم إن شاء الله بنشوف الألعاب النارية حتكون الأولى من نوعها على مستوى منطقة عسير، رغم شهرة منطقة عسير بالألعاب النارية، بس هذا المساء إن شاء الله بتكون بشكل مختلف. جميل. هناك العديد من المشاركات ضمن هذه الفعالية للجهات الحكومية وكذلك الجهات الخاصة وأيضا فعاليات مصاحبة لهذه الفعالية، ما أبرزها؟ بالنسبة لجميع الشركاء من القطاع الخاص والقطاع الحكومي تعمل جنبا إلى جنب منذ إعلان فوز أبها بلقب عاصمة السياحة العربية. حتى الآن جميع الشركاء لا زالوا في الموقع، لا زالوا يعملون حتى آخر دقيقة من حفل هذا المساء. بالنسبة للفعاليات المصاحبة لحفل افتتاح أبها عاصمة السياحة العربية، عندنا المعرض المصاحب لجميع الشركاء من القطاع الحكومي والقطاع الخاص يستمر من هذا المساء بإذن الله لمدة 5 أيام. عندنا معارض الحرف والأسر المنتجة، عندنا معرض القوات المسلحة بتوجيه من سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع، يستمر أيضا المعرض لمدة 5 أيام. عندنا ايضا معارض مسك في قريه المفتاح مركز الملك فهد الثقافي، ما بين معارض فنون التشكيليه، معارض المسارح، الامسيات الشعريه وغيرها. مفاجاه الاسبوع القادم ان شاء الله حيكون عندنا الصقور السعوديه في ابها باذن الله لمده 3 أيام. ممتاز، شكرا لكم. والصوت والصورة الآن إلى الاستوديو من هنا من هذه الفعالية. ننطلق إن شاء الله هذه الاحتفالية التي ستنطلق إن شاء الله في 9 مساء من هذه الليلة وتنقل عبر قنوات عديدة لاحتفالية أبها عاصمة السياحة العربية 2017. الصورة والصوت إلى الاستوديو، شكرا لكم. شكرا لك عبد الله العبيد مراسل الإخبارية في أبها، يعطيك العافية.